اخويا حنا السكان ديال جماعه الجعافره سلام القعده. حنا اخويا تقريبا حنا شي خمسه دواوير كنعانيو من الطريق. الطريق اخويا جا واحد المقاول بداها دابا ما عرفت في 2021 بداها خدم فيها النص وخلى فيها النص، باقي لحد الان حفرها وخلى فيها التراب. دابا باقيين حنا كنعانيو، حنا كنعانيو في تقريبا واحد 16 كيلومتر هادي حفرها. قال لنا هاد الشهر كنجيو للعماله كيعطيونا الوعد كاذبه. اليوم كيقول لنا هاد الشهر، غدا يقول لنا هاد الشهر المقاول مشدود، الغد يقول لنا لا المقاول راه غادي نفسخوا معاه هاد الصفقه وغادي يجي واحد اخر. اليوم سدوا معنا الباب ولينا كنجيو عند العامل، السيد العامل كنطلبوا بان باش تسمعوا عليه شي هذا، ما كيجاوبنا حتى شي واحد، ما كيجاوبونا لا بالقليل ولا بالكثير. المطلب ديالنا الطريق، الطريق هي اللي هي 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 هي, هي, هي الاساسي، هي اللي عندنا اساسيه. حنا ناس كسابه وعندنا كتربط ما بيننا وما بين بنقرير، كنبغيو نجيبوا المعاناه لينا لولادنا لبهايمنا، كنجيو نبغيو نتسوقوا السوق الاسبوعي ديالنا خاصنا ليه نمشيو، خاصنا نوضوا مع الربعة الصباح ولا ثلاثة الصباح ما نعاودوا ندخلوا حتى الربعة العشية. حنا ولدي كنجيو مرارا وتكرارا، حنا كنديروا الوقفة الاحتجاجية على الطريق. الطريق قالوا لينا سيدي دازت البرنامج ودازت الدراسة وخرجت الميزانية، خدموا لينا 12 كيلومتر 24 كيلومتر باقا، قالنا 36 كيلومتر فرقة على ثلاثة الأشطار. اليوم خرجت الميزانية ما شدنا حتى شي حاجة. الطريق خدموا لنا 12 كيلومتر الأخرى راه باقا حفاري. وحنا دخلنا عليك بالله والنبي رسول الله، فين باقي البشر يركب هو والحمار في حافلة وحدة. العجاج داخل عليك من برا، والعجاج من وقدو عليك الحمار من الداخل. كي دايرة هاد الحياة والأسبوق السوق الأسبوعي، ودابا اللي يستلم ما كاين فوقاش يمشي وفوقاش يجي. وحنا هذا هو المطلوب اللي كنطلبوا على الطريق. الطريق كان في الحمايه الفرنسيه وفاش خارجه جدودنا عقلوا فيها ووالدينا ما تخدمش هاد الطريق، وهاد الناس قاسين هاد الطريق ما عرفناه كدخل العدو ولا الصديق. اشنا هو الهدف ديال هاد الطريق اللي ما غدوش؟ ها نحن دايرين احتجاج دواوير 13 دوار او 14، دايرين احتجاج على المصلحه ديالنا على الطريق وفك العزله، والمسكين ما عندوش علاش يتسوق، ما عندوش علاش يركب. الله احنا محتارمين السلطات ومحتارمين وكل احترام، احنا امام المجالس الموقره بالله، والله ينصر سيدنا والله يحفظنا ويحفظ المقرات العاليه بالله. احنا شنو قلتوا ما شنو احنا لو كنطلبوا الطريق، طريق مارق، وجينا للعماله مرارا وحنا كنجيو وكيقولوا لينا دابا دوز وراه عطيناها والميزانيه دازت. وجا المقاول شد طريق خدم واحد الكولوميط ولا شنو هو هزان بحالو ما كاينه حتى حاجه. وحنا كنطالبوا بحقنا باش تكون طريق منين ندوزو وكافه.